Matthews, John Matthews, John Flott. Hey, John. Yeah, John, if you and Rick just go with it and check at GC-17 on your way there if there's any cranes available, check the situation out at the well where you drop this gear off, and if necessary, just leave Rick there to offload it, okay? 10-4, that sounds like winter. يبدو بأنه لا أمل إطلاقاً للإنسان بالتغلب على حرائق آبار النفط في الكويت، إذ يتطلب ذلك أقصى درجات الاقتراب من النار والتضحية الشخصية. يقترب رجال الإطفاء لمسافة 15 قدماً من لهيب تصل حرارته إلى 2000 درجة فهرنهايت. أصبحوا على بعد خطوات قصيرة من الاحتراق، وأي تغيير مفاجئ باتجاه الريح أو تعطل في خرطوم المياه أو انفجار الفحم يعني خطورة الموقف. وسائل الحماية وأدوات مكافحة الحريق تبدو بدائية مقارنة بقوة اللهب. تعمل الصفائح المعدنية كدروع حرارية واقية، ويرتدي أخصائي الإطفاء ملابس داخلية وخارجية عاكسة للحرارة. إنما بشكل خاص حياتهم تعتمد على حذاقتهم، ولا بد وأن نذهل عندما نرى بأن الإنسان يفوز بهذا الصراع. الوحش يرضخ لسكين الجزار. هذا هو فريق الإطفاء الوطني الكويتي، إنه خير تعبير عن الروح الكويتية الجديدة. ويضم الفريق أول امرأة إطفاء وهي سارة، أكبر مهندسة بترول وبطلة من أبطال الحرب، إذ غيرت ملفات أجهزة الكمبيوتر لمنع العراقيين من تدمير أنابيب النفط الرئيسية. يقوم الفريق الكويتي بمكافحة الحريق السابع خلال 10 أيام. الحرائق الستة السابقة أطفئت وتم سد الآبار. وهذا البئر في حقل المناقيش عميق وعالي الضغط، ينتج الغاز الطبيعي، ونظرا لاحتوائه على النفط بنسبة ضئيلة فإنه يحترق بنسبة 100% تقريبا، مما ينتج لهيبا ذو حرارة أكثر من الحرائق الأخرى. وقبل التغلب على اللهيب بحرارة 2000 درجة فهرنهايت، يتوجب على أعضاء الفريق الزحف على بعد 4 أو 5 أمتار فقط من فم التنين. I can describe this actually in two words. It's hot and dangerous. وتتوفر حماية فريق الإطفاء بواسطة ستار من الماء يرش من فتحات في الأكواخ المعدنية المموجة. The water is actually between us and the well, so it's extinguishing the fire. In addition to that, it's cooling whoever behind it. أولاً عليهم سحب الفولاذ الملتوي بعيداً عن فوهة البئر ليستطيعوا التوصل إليه. يترأس السيد عيسى بويابس الفريق الكويتي، وقد تلقى التدريب كمهندس بترول وكان الناظر العام لخدمات الحفر لشركة نفط الكويت قبل الحرب. الآن يجد نفسه مندفعا لإنجاز مهمة تختلف. We have the will and the readiness to serve our country and save our reserves, the wealth of our kids and our future generation. So we are trying our best to accomplish anything we can do as fast as we can. في الصباح يقوم السيد بويابس بتقييم تقدم العمل، وحوالي الظهر يقرر بأن الحرائق الأرضية وحرارتها تحت التحكم، ثم يأمر بتوجيه جميع خراطيم المياه على الحريق في آن واحد ليمنع عنه الأكسجين. A magnificent feeling. I really cannot describe it. Everybody was watching us, and it was like a trial test for us, and I think we have succeeded. Can-4, the only other low boy should be going to BG-108 and BG-109 if they're standard low boys. Over. وخلال الأسبوع الثالث من سبتمبر قام باب كاد وفريقه بمكافحة الحرائق في بئرين مجاورين، BG-108 وBG-109، إذ قاموا برش ملايين الجالونات من المياه بواسطة الخراطيم على البئرين لتبريد الفحم المحيط ولإطفاء الحرائق الأرضية. أجبرتهم الرياح على الهرب مرتين على الأقل سعياً وراء الغطاء.
تعمل فرق الإطفاء دائما في اتجاه الريح لا بسبب الحرارة فقط بل لتفادي غاز كبريتيد الهيدروجين الخانق الذي ينتج بعد إطفاء الحريق. بي جي 108 بئر خطير للغاية. الفحم المتفجر يقذف قطعا حمراء متوهجة باتجاه رجال الإطفاء قادرة على خرق الجلد بسرعة متناهية. لقد استطاع الفريق إطفاء الحريق في بئر بي جي 108 ولكن ريحا مفاجئة أشعلته من جديد. Unfortunately, they saw the fire coming back up the pit from the pit, up the trough. Just a piece of coke that was barely alight. The wind picked up, fanned it up, blew the coke up. Just went in the emulsion that's blowing out the top of the well, and off it went. الرياح ثابتة اليوم، ولذلك سيحاول لاكي كولينزورث خبير المتفجرات مكافحة الحريق مرة ثانية. سيضع 22 باوند من الديناميت و12 باوند من متفجرات سي 4 البيضاء داخل برميل يتسع إلى 55 جالون. بالإضافة إلى مادة كيميائية تسمى بنفسجي كي وكمية من الرمال. Well, it creates a vacuum there. There's no oxygen, no nothing. I'll fill this vacuum with purple K, which robs the air of oxygen and energy, and it cools the air. Purple K is the cooling effect. And that time, by gosh, the fire snuffed out. وكثمرة أينعت وحان قطافها، يتدلى برميل المتفجرات من عربة آسي الطويلة العنق. ويتم تحريك العبوة مباشرة فوق فوهة البئر. يسرع الإطفائيون نحو خراطيمهم لمنع البئر من الاشتعال ثانية. إنما هذه المرة تعاونت الرياح مع رجال الإطفاء وأمكن السيطرة على الحرائق الأرضية. أخيراً تم إطفاء البئر بي جي 108. يتغلب الإطفائيون على الحرائق بعدة طرق، فبينما اعتمد فريق كاد على المتفجرات للتغلب على البئرين بي جي 108 وبي جي 109، اعتمد فريق بوتس أند كوتس في حقل المقوى على المياه. وأثناء اقترابنا من موقعهم وجدناهم يستعدون لإطفاء حريق آخر بنقل أنبوب بقياس 30 بوصة يسمى الخانق فوق اللهب لخرقه. ويجبر هذا الأنبوب الحريق على الخروج من الأعلى، ثم تركز أربعة خراطيم مائية بشكل استراتيجي على أسفل اللهب. When your ground fire's running control and you got your heat controlled on underneath, then you can start converging on the well itself and put it out. And then when all four streams start converging on the fire at one time, they're getting ready to snuff it out. And that's when you start concentrating on getting ready to watch it go out, because when they all converge, that's it right there. يقود كين أوستن جرار الحفر لرفع الفحم المحروق والحطام المحيطة بفوهة البئر. We had some real good luck on this one here though. The whale head come off real easy. We were only going to test it to see how strongly it was secured. It broke right off. We concentrated all the fire going upwards. We were able to break the coke away pretty easily. It made it easier to control the ground fires. This one here was pretty well textbook perfect as far as if there is such a thing as textbook perfect, this is one of them. Sir, you got a low boy, 90-152, is out here by near 109. He's looking for number 32, sir. ابتدأت عمليات مكافحة الحريق بداية مؤلمة لعدم توفر المعدات الثقيلة بالكميات المطلوبة. الحاجة ملحة ولكن المشاكل الإمدادية والتنظيمية كانت صعبة جدا. وكثرت التكهنات والتوقعات، قيل بأن الحرائق ستبقى مشتعلة لسنتين أو ثلاثة أو حتى خمسة. وفي أواسط الربيع بدأت آلاف الأطنان من المعدات بالوصول يوميا وابتدأت فرق الإطفاء بالتغلب على الحرائق وسد فوهات الآبار. قام السيد تيري فارلي مدير فرع باكتل للبناء ومدير المشروع السيد تام هايشمان بتشكيل فريق دولي من ذوي الخبرات الشاملة. وكان هايشمان يقضي 7 أيام في الأسبوع في حقول آبار النفط لتنسيق عملية القوة العاملة. وفي مطار الكويت الدولي كانت أضخم الطائرات في العالم كطائرة الأنتونوف الروسية تفرغ آلاف الأطنان من المعدات واللوازم. وتعاقد المشروع مع القوات العسكرية الأمريكية لاستئجار طائرة الشحن من طراز C-5A لشحن حمولات مستعجلة لا يمكن انتظار وصولها بالسفن. وفي الشهور الأربعة الأولى زودت باكتل الكويت بمعدات أكثر مما زودته في 4 سنين لمشروع مدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية. ووصلت كمية من المعدات بلغ وزنها 125,000 طن عن طريق ميناء جبل علي في دبي على بعد 55 ميلا جنوب دولة الكويت.
ويشرف السيد ديف جيلبرت على فريق من 150 فردا للاهتمام بعمليات التموين وتحركات الأفراد. ولم تكن المعدات فقط العامل الحرج الوحيد، إذ ازداد عدد الأفراد من 3 بتاريخ 4 مارس إلى حوالي 10,000 في الصيف. واستخدمت باكتل وحدها حوالي 1,000 فرد من لندن وسان فرانسيسكو، هيوستن ولوس أنجلوس، وكانت هذه أسرع تعبئة في تاريخ الشركة خارج الولايات المتحدة. Barry, any word on when alert might be ready to, or might have rooms available over there at Latifa Towers? Come back. هؤلاء 10,000 شخص كانوا بالطبع بحاجة للطعام ولأماكن السكن، وهذا لم يكن متوفرا في الكويت بعد الحرب. لقد تم استئجار سفينة وإرساؤها في المرفأ لتكون مسكنا للمئات من العمال، وتم تنظيف مبان بقرب الساحل من النفايات العراقية والذخيرة والغاز السام، وزودت بالأثاث الداخلي. وتم استخدام 3 قاعات لتوفير حوالي 30,000 وجبة طعام يوميا. Tell him to come on up here to 224 fast as he can get up here. الحرائق تختلف بعضها عن بعض، ولكن يمكن تصنيفها حسب فئاتها. هنالك حرائق غازية عالية الحرارة تحترق بشكل نظيف ويمكن تعريفها بسهولة، لأنها تحترق بشكل عمودي وتصدر صفيرا عالي الضغط مقارنة بالخرير الصادر عن احتراق النفط الخام. وتشير الحرائق ذات الدخان الأبيض أو الرمادي اللون إلى وجود نسبة عالية من الماء في الزيت. وأسوأ الحرائق وأكثرها إيذاء للبيئة هي حرائق الفحم التي تصدر دخانا داكنا ولا تحترق كليا، ونتيجة لهذا تترك أحيانا فحما أسود يحيط بفوهة البئر لعمق 20 قدما. وحرائق الفحم هي المسؤولة عن الحرائق الأرضية وبحيرات النفط، وأنجح طرق مكافحة الحرائق الأرضية هي ردمها بكميات كبيرة من رمال الصحراء بواسطة التراكتورات. بعد ذلك يتوجب على رجال الإطفاء إزالة الفحم قبل محاولة إطفاء الحريق، وبعد بناء منصة رملية للعمل عليها يبدأون باستخدام جرارات بمجارف عكسية طويلة الامتداد أو شاحنات مزودة بمجارف مسننة. وفي 5 أغسطس أحضر الجيش الأمريكي دبابة لتفجير الفحم المتراكم المستعصي، وتطلق هذه الدبابة عدة قذائف من عيار 165 ملم على بعد 250 يارد. لقد نجحت العملية، ولكن هذا الأسلوب خطر جدا ولا يمكن استخدامه بشكل عام. هناك عدة أساليب لمكافحة الحرائق. قام بتطوير أحدها أخصائي هنغاري معتمدا على الدبابة الروسية T-34 المزودة بمحركين نفاثين من النوع المستعمل على طائرات ميغ-21. تقترب الدبابة من الحريق وتصوب المحركين النفاثين وفوهات الخراطيم على الحريق وترشه بالماء والمسحوق. إطفاء الحريق جزء من المشكلة فقط، سد فوهة البئر مشكلة أخرى غالبا ما تكون أصعب من المشكلة الأولى. ويطلق على رجال الإطفاء لقب أخصائيو التحكم بالآبار، لأن عملهم الأساسي هو سد الفوهة بصب الوحل والخرسانة لإقفال البئر بشكل دائم. أحيانا إذا عجز فريق الإطفاء عن سد فوهة البئر بسرعة يتوجب إعادة إشعال البئر لتفادي الاختناق بالغاز المتسرب أو لمنعه من التراكم والانفجار. وحين يكون العطل لفوهة البئر جسيما يتطلب استعمال الجرارات لحفر خنادق بعمق 10 إلى 20 قدما للتوصل لتركيبات سليمة يمكن العمل عليها، ولكن يتوجب على أحد الأفراد الاقتراب من فوهة البئر لتقييم وضعها. ومن ثم يتوجب على الفريق تنفيذ المخطط الموضوع، وعلى فرق الإطفاء
تحديد ما إذا كانت هنالك تركيبات يمكن العمل عليها بالرغم من النفط المتطاير على وجوههم. ثم يبحثون عن شيء نظيف متوفر ليمسح النفط عن عيونهم. وعلى مسافة قريبة يقوم فريق بوتس وكوتس بسد الفوضى. إنهم يجاهدون في وضع سدادة جديدة على فوهة البئر. وبالرغم من أنهم تغلبوا على الحريق يوم الأمس، لا تزال الأرض ساخنة جداً بما فيه الكفاية لغلي الماء. ويشرب الإطفائي عادةً حوالي 12 لتراً من السوائل يومياً للتعويض عما خسره بسبب العرق. وقبيل نهاية النهار يكون فريق الإطفاء جاهزاً لسد البئر. يخف الضجيج وينتهز أعضاء الفريق هذه الفرصة للارتياح بينما يستحم أحدهم في حوض الماء المجمع للإطفاء. إنما بعد لحظات يشعرون بخيبة الأمل. البئر متضرر جداً بحيث فشلت عملية قفله. يتسرب النفط من مكان التضرر مما قد يسبب انفجار البئر. يجب إشعاله ثانية. سيهتمون بتصليحه في الغد. BG245, the smoke is too bad this morning. We're going to try again after lunch. I'll come down first, but if y'all could just stand by for probably around 1 o'clock. Your copy. Do you want the truck to remain on location, or do you want to send it back to the KDC camp? I'd send him on back to camp. That visibility is zero with good headlights. وفي صباح اليوم التالي يراجع فريق الإطفاء المساند إنجازات البارحة ويضع الاستراتيجية لنشاطات اليوم. خلال يومين كانت رياح الخريف تجري بما لا تشتهيه فرق الإطفاء، فهي تغير اتجاهها بمقدار 260 درجة مما أجبرهم على الانسحاب. لم يحصل أي تقدم في العمل اليوم، وعلى موظف باكتل نويل نايت الاهتمام بأمور أخرى. Some of them people yesterday had nosebleeds. Especially amongst the new hires that are down in the field right now. Please don't panic about that. That's basically the irritation of the nasal passage. Obviously, if your eyes are stinging and the throat is very sore, you don't stay in there. تأتي أفضل المعلومات عما يجري في خطوط المعركة من شهود عيان. ومهمة غريغ أرند وديف بيولر هي مساندة أعمال الحرائق بحيث يقومان بفحص تقدم العمل على حوض لمياه الإطفاء يستوعب 12 مليون جالون، وهو أكبر الأحواض من أصل 365 حوضاً، كل منها يستوعب حوالي مليون جالون من الماء تم بناؤها لمكافحة الحرائق. بعد ذلك الدخول إلى أرض المعركة وسط الدخان الحالك. Yeah, this is life in the big city. Yeah. It gets real light in here. Yeah. That's our backyard. That's why we love it here. That's right. يعجز أرند وبيولر عن إيجاد فرق من إيران والصين الشعبية في حقل البرجان لأن المعالم الطبيعية محجوبة بسبب الدخان. ويحتوي حقل البرجان هذا على أكبر عدد من الآبار بالقدم المربعة بالمقارنة مع أي حقل آخر في العالم. وفي هذا اليوم من سبتمبر ما زال هنالك 100 حريق هائل مشتعل في الجزء الجنوبي منه. See, this one has silicon coming out of it. You can see the little white shoot out of it. That's beautiful. It is. And this is the midday sun. هنالك حريق أرضي بعرض المئات من الياردات يصد الطريق لم يكن يوم أمس. يترك أرند وبيولر السيارة للبحث عن طريق حول الحريق ويغيبان عن العين بسبب الدخان. ها هما يتراجعان دون العثور على طريق بديل ويظهران من خلف الدخان كشبحين. أخيرا وجدا البئر التي يتوجب العمل عليها. يبدو أن رجال الإطفاء تقيدوا بنصيحة نويل نايت وتركوا المكان.
It looks deserted as well, except for that guy behind me. يتوجه أرنولد وبيولر باتجاه الشمس وهما يأملان بيوم أفضل غدا. البترول يغطي الأرض. هنالك أكثر من 200 بحيرة ومنها ما هو ضخم بالفعل. يصل طول أحدها إلى نصف ميل وعرضها إلى ربع ميل ولا يعرف أحد عمقها. إن معالجة هذا النفط تعتبر ضرورة بيئية كما هو ضرورة اقتصادية. في بادئ الأمر اعتبر النفط عديم الفائدة نظراً لتلوثه بالوحل والتراب وتبخر أو احتراق الكثير من المواد الخفيفة فيه مثل البروبان والبيوتان، ولكن ترافيس براون وريتشارد هيلسون أصرا على أن لهذا النفط قيمة فيما بعد. Our little testing proved that it's not sludge, it's an oil-water emulsion. It looks bad, but when you separate the oil and water, you get clean oil. وعلى أثر ذلك قاما بحفر حفرة مفتوحة مبطنة بغطاء بلاستيكي لمعالجة النفط واستخدما خزانا ضغطيا متروكا ومضخة كانت تستخدم أصلا لضخ مياه المجاري. We put a chemical into the suction of the pickup pump and got it mixed. It's kind of like mixing a cake. You got to have a little bit of sugar in every mouthful. We got to have a little of that chemical in every gallon. So putting the chemical in the barrel and regulating the rate kind of difficult and it consumes some time. But then when we get the chemical and oil mixed into this pit, then all we got to do is heat it and leave it here less than 24 hours. And you've got water in the bottom, sellable oil on the top. Real simple. وقد نتج عن هذا البرنامج الأولي 10,000 برميل يوميا من النفط التجاري. Brick, Berlin Brick, EOD, one over. Yeah, Mike, send over. Harry, I've been searching 3-3. There's nobody here from the Kuwaitis yet. I'm not going to hang around here much longer. I can't find this rock guy, and I've searched that whole bank that you suggested over. يرتدي ألان فراي سترة واقية وينظر من خلال درع بلاستيكي واقي للوجه ويزحف عبر حقل الألغام على رمال الصحراء، وهو أحد أعضاء فريق التخلص من المتفجرات الذي يقوم بتنظيف الأطنان من الذخيرة الحية التي تركت بعد الحرب. واكتشف فريق المعدات الحربية الملكي حقل ألغام عراقي، بعض الألغام ظاهرة والبعض الآخر مدفونا على عمق. He's just sweeping the ground. If he detects any type of metal, the mine detector will make a signal. You dig the ground and move it until you find what exactly was causing the signal. For the most part, it's usually just pieces of metal. Occasionally, it's like you see the mines out there. VS-50, ألغام مضادة للأفراد من صنع إيطالي. فريق فراي وجد يوم أمس 43 لغماً و 37 لغماً قبل يوم أمس. It's powerful enough basically to take part of your foot off. So in theory, if you lose part of your foot or large enough part of your foot, you'll probably lose your leg below the knee. So if you actually just ease your foot down onto the mine, that would be enough to set it off. Pressure-wise, anything between 2 and 10 pounds. وبحذر شديد يلف قطعة من الشريط حول اللغم بعد ذلك يبتعد عنه ويشد الشريط. Yeah, we basically pull the mine in case there's any kind of booby trap or remote device underneath it so that we're not going to get caught by a booby trap. يقوم بإبطال مفعول اللغم ويضعه بجانب غيره من الألغام التي نزعت اليوم. 36 today. So far anyway. يقوم طاقم المعدات الحربية الملكي المختص بنزع المتفجرات بشق طريقه بصعوبة للوصول إلى عدة ألغام من نوع ركايز، وهي مضادة للدبابات وحساسة للغاية لأي حركة. See what you have with rock eye. You've got a shaped charge there. Around there you have fragment. If you can see it, that's fragmentation. And that's a shaped charge. So that's arm, that's basically anti-arm at this part. And that's anti-personnel. So if it goes on. هنالك آلاف الأطنان من الألغام والعبوات والقنابل اليدوية غير المتفجرة في حقول آبار البترول، ولهذا فمهمة الفريق التخلص منها وشق الطريق للآبار قبل الاقتراب من الحرائق وقبل بناء الطرق ومد الأنابيب وحفر البحيرات الضحلة. ويقوم فيل توكل باتخاذ الترتيبات النهائية لتفجير ألغام ركب